السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير من اللي عندها شاشات فوق ال 1080 عندهم مشكلة ان الايكونز بتاعت الويندوز صغيرة جدا، فعلشان يحلوا المشكلة دي من غير ما يقللوا الريزوليوشن ممكن يعملوا سكيلينج مثلا ل 125% زي عندي كده، بس هيلاحظوا ان في مشكلة هتقابلهم كتير، الكلام في بعض الابليكيشنز مش واضح، تحس ان هو بلور مش ان فوكس كده. فعلشان نحل المشكلة دي في طريقتين، اول طريقة بس تعتمد على الفيرجن بتاعت الويندوز، لازم الفيرجن تبقى جديدة شوية يعني من فوق 1709 تقريبا. اننا نيجي هنا في سيرش ونكتب كلمة بلوري هيطلع لنا fix apps that are blurry، نتأكد ان هي معمول لها on ونكتب هنا السكيل اللي احنا عايزينه. انا مثلا عايز 125%، فهيطلب مني ان انا اعمل sign out. بعد ما عملنا ساين اوت وساين ان تاني، لو جينا نجرب ندخل على نفس الابليكيشن هنلاقي الدنيا بقت واضحه خالص اهي وزي الفل. طيب الطريقه التانية، عشان لو الويندوز قديم شويه، في برنامج اسمه ويندوز 10 دي بي اي فيكس، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، هنعمل له سيت اب. هيجيب لنا هنا تو اوبشنز اللي هو ويندوز 10 ديفولت دي بي اي سيتنجز او ويندوز 8.1. هنستخدم 8.1 ونعمل ايه السكيل اللي احنا عايزينه. لما ندوس ابلاي هيقول لنا ان هو محتاج ريستارت، فنعمل ريستارت مرة أو مرتين هنلاقي الدنيا برضو اتحلت إن شاء الله. دمتم في أمان الله.